مش عايز أطيل عليكم، أنا سعيد بأن يتم تناول هذا الموضوع المهم وأيضا ربطه بموضوع زي موضوع الجائحة، جائحة كوفيد وتأثيرها، وقد إيه زي ما بقول كده الموضوع بتاع الجائحة كان كاشف، وأيضا موضوع الهجرة وتعامل الدول معاه هو أيضا كاشف، كاشف لفكرة مفهوم وممارسة حقوق الإنسان. يا ترى هتستقبلوا الناس اللي هي ما عندهاش فرصة ديت، ولا بتحافظوا على مجتمعاتكم وبتحافظوا على مكتسباتكم وبتحافظوا على قدراتكم الاقتصادية، مش مستعدين تدوا لحد؟ احنا هنا ما عملناش كده، احنا هنا في مصر ما عملناش كده، احنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة دي. يبقى كلمة واحدة مهمة تنتبهوا لها، إن مش عارف إن النقطة اللي أنا هقولها دي يمكن حطها يعني إنها يتم ذكرها أو لا في موضوع حقوق الإنسان. يا جماعة اللي بيعمل صراعات في الدول تؤدي إلى خرابها ده ما يعتبرش، ده أمر لابد إن احنا نحطه في الاعتبار، إن الدول اللي بتسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى، هل ده ما يعتبرش هو النهارده اللي حصل في الدول اللي موجودة حوالين مننا؟ هو في حد نجي في دولنا الموجودة دي غير مصر؟ في منطقتنا العربية دولة نجت من الخراب غير مصر؟ مش عايز أقول أسماء الدول عشان بطبيعة الحال مش عايز يعني أعمل إيلام للدول اللي بتعاني من كده، لكن أكيد كلنا عارفين الخريطة بتاعت منطقتنا هنا وحالة الخراب والدمار اللي موجودة فيها، ومعسكرات اللاجئين اللي فيها ملايين البشر بقالهم 10 سنين موجودين دلوقتي. يا ترى حقوق المواطنين، مش بس حقوق المواطنين، النتاج الاستمرار في معسكر للاجئين 10 سنين، يعني الطفل اللي كان عنده 7 سنين بقى عنده 17، والبنت أو الفتاة اللي كان عندها 8 سنين بقى عندها 18 سنة، موجودة فين؟ موجودة في معسكر. أنا بتكلم على ملايين، بتكلم على ملايين، مش بتكلم على 10,000 ولا 100,000. موجود في دول فيها 2 مليون و3 مليون لاجئ، علاوة غير اللاجئين اللي موجودين داخل المعسكرات الداخلية للدول ديت. اللي قام بالعمل على هدم الدول ديت هو مش ده من حق من حقوق الإنسان إن احنا لا نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين البساط يعانوا في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في الصومال، في العراق؟ مش عايز أتكلم على دول تانية، ومصر كانت هتبقى من الدول ديت، مصر كانت هتبقى من الدول، دولة فيها 100 مليون كانت معرضة للخراب وللدمار. المفروض ان يعني حد زي في الوظيفة ديت ما يتكلمش كده، عشان يعني، لكن لا، لازم نكون كشباب ينظر من اي دولة في العالم ان هو ينتبه، وينتبه انه يبقى دايما عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه. اسمع وشوف وافرز بعقلك، شوف العالم اللي احنا حولنا من اللي انا بتكلم عليه ده بقى فين، ليه بقى العالم اللي الدول دي اللي بتكلم عليها حجم الضرر والخراب وحقوق الانسان اللي استهلكت فيها قد ايه؟ ليه؟ اخشى ان يكون التنافس السياسي والمصالح بتؤثر كتير جدا جدا على
على الإجراءات اللي بيتم، وبالتالي تروح فيها دول في الرجلين وتضيع شعوبها وتتخرب البلاد ديت، ويبقى ملهاش مستقبل لخمسين ومئة سنة قادمين. فأنا بشكركم جميعا، حتى اللي قام بالمساهمة وقام بالهجوم على مصر بمنتهى الشدة، أنا بشكركم. صحيح أنا حسيت إن الخطاب قاسي جدا، لكن صدقوني الواقع اللي موجود في مصر، مش بقوله كده، أنا بقول لكم كشباب هتسافروا من هنا اللي مش موجودين معانا في مصر، الواقع اللي في مصر مش كده خالص. وبالتالي ده شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية. شكرا جزيلا.